من الشباب الذين يشاركون في المعرض في المعارض العلمية المحلية في أنحاء العالم كل عام، فإن جزءا صغيرا منهم فقط يصل إلى أكبر مسابقة في العالم لما قبل المرحلة الجامعية، وهي مسابقة معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة. فهو معرض دولي للعلوم والهندسة يلتقي فيه الباحثون من الطلاب والطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة والفنية من بين سن 14 إلى 21 سنة.